بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. من قناة مدرمان، قناة الحرية والجمال، ألتقيكم هذا المساء. تظل عملية السلام في السودان محل اهتمام المراقبين، ويعول عليها الشعب السوداني في تحقيق ولو اليسير من مطلوبات التعايش السلمي وتحسين المعاش والاقتصاد. من المفترض أن تنطلق جولة المفاوضات بين الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية بعد غد الخميس، قبل أن يتم تأجيلها اليوم إلى 10 من ديسمبر القادم. ما هي أسباب التأجيل في ظل حساب الكثيرين أن هنالك جهات بعينها تعمل على تطويل أمد التفاوض كسبا للزمن؟ وهناك أيضا قول، هل تملك الأطراف المتفاوضة الإرادة الكاملة والمشروع الوطني الواضح الذي يمكن أن يسير عليه التفاوض؟ كما أيضا هنالك تساؤل، ألم يكن حين الوقت لوضع البندقية والبحث عن السودان ما بعد الثورة ليتحقق التراضي الوطني؟ كل هذه الاستفهامات وغيرها نطرحها في ساعة خاصة جدا على ضيوفي داخل الاستديو. سينضم علي بعد الفاصل الأستاذ بشارة سليمان، المستشار الاقتصادي لرئيس حركة العدل المساواة السودانية، واللواء أمن معاش الدكتور محمد سليمان عبد الله، الخبير الأمني والاستراتيجي. نطلع فاصل ثم نواصل. اهلا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، مرحب بك سعاده اللواء امن معاش دكتور محمد سليمان عبد الله، الخبير الامني والاستراتيجي. اهلا مرحبا بك. مرحبا بك كثير اخي الكريم عوض فلسطيني، جزاك الله خير. نسال الله انه تكون طلتنا خفيفه على جماهير قناه مدرمان الفضائيه. مرحبا بك، كما ارحب ايضا بالاستاذ بشاره سليمان نور، المستشار الاقتصادي لرئيس حركه العدل المساواه السودانيه. مرحبا بك استاذ بشاره. شكرا الاخوه في تلفزيون مدرمان الفضائيه، الاخ عوض فلسطيني، وبرضه ارحب بالدكتور. ان شاء الله زي ما قال حكون في حوار كذا منتج وخفيف ومثير ان شاء الله. نعم ذلك ان شاء الله. نحن معكم ان شاء الله وبكم نتحدث عن السلام في السودان، الى اين تسير الخطى؟ هذا السؤال الكبير، كما ذكرت في المقدمه ان كل الشعب السوداني الان يؤول على عمليه السلام، وحتى المراقبين بحكم انها هي واحده من القضايا الجوهريه التي يمكن ان تؤشر الى بناء سودان مستقر وامن. إذا بدأنا بك أستاذ بشارة، وأنت مستشار الاقتصادي لرئيس حركة العدل المساواة السودانية، بالضبط أو بالتحديد أنتم جزء الآن من الجبهة الثورية التي تقوم بعملية التفاوض الآن مع الحكومة الانتقالية في جوبا. الشعب السوداني كان مترقبا أن يكون هذا التفاوض خلال بعد غد الخميس، لكن اليوم طرأ تحديد آخر للموعد، ربما هو 10 من ديسمبر القادم. مبدأ، لماذا هذا التأجيل؟ وهل هذا التأجيل هو متفق عليه الآن داخل جسم الجبهة الثورية، ولا هي مسألة جات مفاجئة كما فاجأت الآن المراقبين والرأي العام السوداني؟ كويس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الواقع التأجيل يمكن لظروف يتعلق بالإخوة في جنوب السودان يمكن، لكن المفاوضات كان حيبدأ بمسار منطقتين اللي هو جبال النوبة والنيل الأزرق، حيبدأ يوم 21. لكن يبدو أنه برضو أنا سمعت كلام أفتكر فيه شيء من المنطق، أنه دايرين يوحدوا المسارات أو بداية التفاوض يكون يوم 10 ديسمبر لكل المسارات. يمكن دي واحدة من الأسباب تأجيل المفاوضات. وبرضو ربما الإخوة في الجنوب يحتاجون بعض الوقت لترتيب المسائل اللوجستية والفنية، وأعتقد أنه الاتحاد الإفريقي هم طرف رئيسي، في إن شاء الله حيكون طرف رئيسي في التفاوض، لأن هم حيعينوا الوسيط. جوبا حيكون شكله، جوبا مبدأ حيكون دولة المقر أو دولة المنبر، منبر التفاوض، لكن الشغل الفني والبساطة حيقوم به الاتحاد الافريقي. ربما هذه الامور تحتاج انه بعد الترتيبات
فيه، لأنه ما زال لم يعين الوسيط. يعني الوسيط الاتحاد الأفريقي جوبا، حكومة جوبا وحكومة جنوب، خاطبت الاتحاد الأفريقي أنه يعينوا وسيط أو يتعاونوا معه، والمسألة دي مهمة طبعا في عملية السلمية. هم يوفروا المنبر والوساطة، وساطة أفريقية. وساطة أفريقية يعني الاتحاد الأفريقي، يعني هم المعنيين بحلحلة مشاكل أفريقيا. هيكون في دعم دولي وإقليمي إذا الوساطة أفريقية أو بتاع اتحاد أفريقيا. أنا أفتكرت واحدة من الأسباب. السادس اللواء دكتور محمد سليمان عبد الله، على ضوء هذه المبررات في مؤتمر صحفي أيضا ربما يكون ستعقده دولة جنوب السودان لتوضح لماذا تم تأجيل هذه الجولة للمفاوضات من بعد غد الخميس إلى 10 ديسمبر، هل تفتكر أن ما سوق الآن من أسباب أو من دواعي هي كافية؟ وفعلا نفترض حسن النية الآن في هذا التأجيل لمزيد من الترتيبات، خاصة أن الجو فيه كثير جدا الآن من الاحتقان وكثير جدا من التجاذبات. الله جزاك الله خير يا أخي. أنا حقيقة أنا بعتقد في اللي قاله الأخ بشارة سليمان، وزي ما ذكرت أنه نحن نحسن الظن فيما رشح للإعلام من حديث حول المفاوضات، وأنه باختصار تحدثوا عن أنه أجلت لمزيد من الترتيبات. الترتيبات دي بخش فيها كل الكلام اللي ذكره الأستاذ بشارة ويمكن غيره. أنا أفتكر أنه الناس ممكن يقعدوا للتفاوض جلسات متتالية، ولكن الترتيب الجيد فقط هو اللي بيضمن لك أنه يكون في تقدم حقيقي. ولذلك نحن نحسن الظن ونتفائل بأنه هذا التأجيل، ولا سيما أنه فترة ما طويلة، يتوج بجلسة أو بجولة حق التفاوض، محكمة التنسيق ومحكمة الترتيب، تفضي إلى تحقيق اختراق حقيقي في ملف السلام. لكن سعادة اللواء، هذا التأجيل نفسه ربما يكون جاء متزامنا مع زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص السودان دونالد بوث، وأجرى فيها بعض المشاورات مع الجبهة الثورية في أديس أبابا. كثير من الأحيان كان هنالك إشارة بأنه عملية السلام في السودان أو على الأقل الحركات المسلحة نفسها لم تكن هي بمعزل عن التأثير الإقليمي والدولي. إلى أي مدى يمكن أن يكون هنالك تأثيرات دولية وإقليمية فرضت هذا التأخير لمزيد من الترتيبات ربما يكون لصالحها أو لصالح الحركات؟ كلامك ده وارد بقوة، ولا سيما أنه شكل اللقاءات اللي تمت في أديس هي بتشير إلى أنه هي لا تخلو من محاولة لتوحيد مسار التفاوض. لأن المبعوث الأمريكي التقى بأكثر من طرف في أديس، وبالتأكيد الأمريكان من أكثر الأطراف الخارجية المهتمة بمسيرة السلام في الإقليم على وجه الخصوص بالسودان. ولذلك أنا أعتقد أن الأمريكان عندهم دور وسيلعبوا دور إيجابي في تحقيق السلام في السودان. أستاذ بشارة، كنتم تعترضون على مسألة الخطوة التي بدأتها الحرية والتغيير خلال أيام مضت، هي عقدت مؤتمر صحفي تحدثت عن أنها ستعمل على تشكيل مجلس التشريعي وحكومة الولايات، طيب بمعنى الولاة. كان هنالك موقف قوي جدا للجبهة الثورية أنه هي تعترض على هذه الخطوات. هل وصلتم للتفاوض في هذه المسألة؟ ممكن يكون حتى هذه اللحظة مسألة اعتراضكم على عدم تأسيس المجلس التشريعي وحكومة الولايات إلا بعد الوصول إلى اتفاق سلام هو واحد من الأسباب التي يمكن يكون دفعت بالتأجيل؟ ما أعتقد أنه أسباب التأجيل حكاية تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي، لكن نحن كحركة كجبهة ثورية موقفنا واضح في اتفاق، والناس لازم يحترموا عهودهم ومواثيقهم في إعلان جوبا وقع. كلام واضح انه المسائل موضوع المجلس التشريعي وكذلك الولاة يؤجل لحين اتمام السلام. لكن هنالك خطوة كانت عملية تذهب في اتجاه تكوين المجلس التشريعي وحكومة الولايات، وانتم اعترضتم على هذه الخطوة. نعم انا بالتالي القضية اصبحت في طور الهدوء. انا اعني هل هنالك اتفاق في هذه المسألة وهي نفسها واحدة من القضايا التي تناقش الان؟ لا انا افتكر في هذه الهدنة كجبهة ثورية موقفنا واضح، احنا مع اعلان جوبا ومع ميثاق الاعلان السياسي الوقع، وده كان الموقف واضح انه احنا ما نكون المجلس التشريعي ولا الولايات لحين وصول للسلام. افتكر اذا كان جزء من ناس الحكومة
بقصد الحكومة يعني حكومة حمدوك مصرين على تكوين المسألة دي جزء من مكونات الحرية والتغيير، ما كلهم. نعم. مصرين على حكاية تكوين المجلس التشريعي زائد حكومة الولايات. أنا أفتكر أن إحنا نعترض على هذا الموقف، وموقفنا واضح، ما نقبل هذا التكوين. ونفتكر برضو أفتكر أغلبية المجلس السيادي برضو مع هذا الموقف، لأنه هم اللي وقعوا اتفاق. أنت توقي اتفاق، جهة وقعت اتفاق تمثل حكومة السودان، أنت تجد تنقض هذا الاتفاق؟ ما أفتكر ما منطقي. وهذا يؤزم الوضع، يعني إذا أصروا على تكوين المجلس التشريعي وحكومة الولايات هذا يعني تأزيم، والناس ماشيين لسلام، ما الناس يقدر يصبروا. بعدين هل البشير سقط لأنه كان الولاة عسكريين وكانوا ولاة مدنيين؟ لكن سقط يعني. إذن هم لازم يصبروا. بعدين أنا شايف في قوة داخل الحرية والتغيير مصر على مواقف متطرفة بيؤدي إلى تأزيم الوضع السياسي في البلد. هم لازم يقبلوا، لازم يحترموا المواثيق والوعود اللي وقعتها الحكومة السودانية، والحكومة السودانية بيمثلوا. وجزء وافتكر جزء من الناس الحرية والتغيير هم حتى مو داخل الحكومة، لكن بيفرضوا مواقفهم السياسية على الحكومة. سناتي لهذا التباين في وجهات النظر داخل مكون الحرية والتغيير. سعادة اللواء، بصفتك خبير أمني واستراتيجي، قضية السودان نفسها الآن لم تكن بمعزل عن الوسط الأفريقي والدولي الموجود، بالذات لو تحدثنا الآن عن تأثيرات مشكلة صد النهضة. هنالك معلومات الآن ترشح في بعض الوسائل أن مصر لها اعتراض مباشر على مسألة استضافة دولة جنوب السودان لهذه المفاوضات، وبالتالي هي أيضا ربما يكون لها بطريقة أو أخرى عرقلة لهذا الملف، سواء كان هذه القضية مربوطة بسد النهضة أو بطموحها هي داخل المنطقة، بحكم أن مفترض تكون هي لها الكعب الأعلى في مسألة تحقيق السلام سواء كان في السودان أو في جنوب السودان. كيف تقرأ هذه الإشارات؟ يا أخي أنا لا أعتقد أنه مصر يكون عندها اعتراض حقيقي على أن المفاوضات تستضيف الجنوب. صحيح المصريين واضح أنه عندهم رغبة يستضيفوها، لكن الاعتراض ما بيكون نابع من انه لان استضافه الجنوب، لانه حسب متابعتنا انه مصر تحافظ على علاقه جيده مع دوله جنوب السودان. اذا كان الكلام ده قرايه صح، وبيحكس رغبه مصر في انه يكون عندها دور في سلام السودان. وكيف يمكن ان تدخل مصر الان في ظل الملف اللي تتولاه جوبا عبر الاتحاد الافريقي؟ هي كرئاسة الاتحاد الأفريقي تتبنى الرئاسة الآن، لكنها تحتاج إلى دور فعلي، فكيف تجد هذا الدور الفعلي؟ يمكن أن تأتي عبر هذه العراقيل أو عبر أي طرق أخرى حتى تفرض نفسها؟ هي الدور في السلام ما بالضرورة أنت تكون صاحب المنبر عشان يكون عندك دور. السهل المبعوث الأمريكي إنت شرطة في بداية حديثك بديت به، نعم، وأنه هو لا منبر سلام ولا منبر تفاوض الآن، لكن بخبرتنا السياسية بتجاربنا الدبلوماسيه قادرين نأثر في السلام في السودان، وقادرين نقدر الاطراف المختلفه ما على ما الا ما يعتقد انه يخدم السلام في السودان. انا اعتقد انه نحن ما حقه نمشي في اتجاه انه هنالك اطراف اخرى بتدعم السلام. انا افتكر انه ما في اي طرف دولي ممكن يعوق اراده السودانيين تجاه السلام. وانا شخصيا أو حسب متابعتي ما بشكك في إرادة القوى السياسية ولا الحركات اللي كانت تحمل السلاح في إرادتها ورغبتها في تحقيق السلام. بتبقى القضية ليات مدى رؤاها وأفكارها اللي بتطرحها، ليات مدى خطها السياسي اللي بتتبعه، ليات مدى الإجراءات اللي اتفقوا عليها هي حتوصل للسلام. فدي القضية اللي أفتكر إنه دايرة النقاش. الحديث عن الاتحاد الأفريقي ودوره في النهاية غاية ما يتصوره العقل في الاتجاه ده أن يكون في منسق أو مبعوث سلام أفريقي، ودي حاجة أنا أعتقد أنه طيبة ومرحب بها. ولكن يعني أنا أعتقد أنه أنا بقوله بكل وضوح بكل صراحة، أنا الأوان أنه السودانيين يمرقوا من كافة أشكال التفاوض السابقة التي لم تفضي لسلام، وانه حتى اذا افترضنا انه واقعنا الدولي او واقعنا الاقليمي فرض علينا اشكال ونماذج محدده من اجراءات السلام،
لكن حق نقول رغبتنا المباشرة بتحقيق السلام هي التحدي، هي القضية الأساسية المفروض نعول عليها بتحقيق السلام. أستاذ بشار، طرحته بحكم أنه الآن المفاوضات نفسها انتهجت طريقة إلى حد كبير ممكن تكون هي جديدة في مسألة المسارات، فإنه تفصل هذه المسارات وتناقش. كانت لي استضافة في الأسبوع الماضي مع رئيس ملف السلام وتحدثنا عن هذه القضية، وهم في الحكومة كانوا يرجحون ويسحبون في هذا الخيار، لكن حقيقة هناك الآن بعض الشكوك ظهرت أنه إذا ما تمت عملية التفاوض عبر المسارات هذه لا تحقق سلام كامل شامل للسودان، أي بمعنى قد تبرز بعض الطموح في أن يكون انفصال في الكونفدرالية كما طرح عبد العزيز الحلو في دولة في جنوب كردفان. أيضا الآن نشعر أنه الشريك فيه شيء من الحراك العنيف إلى حد ما. هل تفتكر أنه مسألة التفاوض في المسارات المتعددة دي يمكن أن يعمل عليها كنترول وأن تصبح بعد ذلك القضية الكلية هي الحل السلام الشامل في السودان؟ أنا أفتكر الناس اهتموا بعملية السلام مبدأ أن احنا كلنا متفقين وماشيين للسلام. نعم. الحركات المسلحة أو حركات كفاح المسلحة، وده تسمية جديدة يعني. حركات الكفاح المسلحة. حتى من الحكومة التطور. يعني نعم. من الحكومة. عليه أنا أفتكر الناس اهتموا بعملية السلام. وأنا لاحظت الآتي، وأنا كنت في جوبا وكنت أعلنوا إعلان جوبا، الإعلان السياسي وإعلان المبادئ، أنا كنت في جوبا. نعم. وجدنا الآتي. في إرادة حقيقية من الحكومة السودانية، ما حضر كل الجولات السابقة مع النظام البايد، الحكومة الانتقالية الحالية البرأسو حمدوك ومجلس السيادة البرأسو البرهان والنائب الأول حمد الفريق أول حمدتي عندهم رغبة حقيقية في أنه يحققوا سلام وإرادة سياسية، وده لاحظناه في التفاوض، ونحن شعرنا باننا شركاء معهم. نفتكر دي بالنسبه لنا هذه المساله او هذا الموقف متطور جدا في اننا نمشي للسلام، وده موقف الجبهه الثوريه بكل فصائلها، بكل فصائلها ماشيين سلام، وما شعرنا بانه نحن خصوم او مناكفات، حتى ما فيش مناكفات، لانه انا حضرت الجولات السابقه بالنظام البايد عشان كلمه قاعدين يمكن اسبوعين، نقعد اسبوعين كلمه واحده بس، لهذا الرغبة للسلام متوفر، هذه مسألة أو إرادة السلام متوفر في كل الأطراف، هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية مسألة المسارات، في تقديرنا يمكن يسهل العملية السلمية، لهذا الأطراف اتفقت أنه يسووا مسارات مختلفة. يمكن البتاع الجديد هذا التأجيل هذا يفضي إلى أنه الناس يمشوا يبدو مسارات مختلفة في وقت واحد، هذا يساعد بلا شك في أننا نصل للسلام في أقرب فرصة ممكن. إذا ما الذي يضمن أن تكون كل هذه المسارات هي الخلاصات فيها متفق عليها وبالتالي تأتي القضية كلية؟ ألا تتخوفون أن يكون هنالك خيار في مسار ما يطرح به شيء من القرابة حتى إذا كان كونفدرالية أو انفصال أو غيره؟ والله شوف نحن كما دخلنا كحركة العدل المساواة مبدا تقرير المصير والانفصال هذه لن نطالب بها ابدا. وما ما طالبنا به من قبل ولن نطالب بها. نفتكر حتى الاطراف اللي بيطالب بالكونفدراليه ولا حتى تقرير مصير، انا افتكر اذا وجدوا مبتغاهم ولقوا دوله مواطنه حقيقيه يمكن هذه المسائل يمكن حلها. وانا افتكر المواقف الان بقت اكثر الليونة من سابق، يعني انا بقصد حتى في ظل التفاوض الحالي مواقف حتى الاطراف اللي بيطرح حكايه تقرير المصير مواقفهم يمكن التناقش حوله والحوار حوله. صحيح انا لا اتبنى مواقفهم ابدا ولا اعرف مواقفهم الان، لكن نفتكر انه في رغبه حقيقيه للتفاوض وفي اراده سياسيه للتفاوض، هذا بلا شك يسهل في اننا نمشي للسلام، كل المسارات تمشي للسلام. سادة اللواء كما انك ما تريد ان تعاقب على الحديث، انا حقيقه دار اعمل مداخله. هي المسارات
مقابل السلام الشامل، مقابل نقاش القضايا العمومية، ومواقف الأطراف من المسارات. شنو هي دي اللي أنا أفتكر أنه القضايا نقاشة ما بنفصل عن بعض. كلنا متأكدين وكل القوى السياسية بتعمل من أجل السلام الشامل، ويمكن ده شعار لكل القوى السياسية ولكثير من الحركات، حركات الكفاح المسلح زي ما قال لأخي أبو شارع. لكن التحدي المسارات هل كافية توصلنا لسلام شامل؟ ده سؤال. السؤال الثاني، أول النقطة الثانية، مواقف الأطراف المختلفة التاريخية والمسارات شنو؟ على عهد النظام السابق بدأت المسارات، ويمكن يكون من 2014 2015، أو دي الفترة صدر فيها أكثر من إعلام مهم جدا وضابط من الاتحاد الأفريقي عشان يوحد مسارات التفاوض، لأنه ظهر مسارين للسلام، مسار المنطقتين ومسار دارفور. الغريب في الأمر أنه مواقف القوى السياسية السودانية، حركات الكفاح المسلحة اللي كانت بتعارض النظام السابق، كان ضد التفاوض في المسارات، وكان بتطالب بأن التفاوض النظام السابق ك ك ك ك من من منبر واحد. ومش كده فقط، وهي ضغطت النظام بأساليب مختلفة حتى حققت جزئيا قدر كبير جدا من هذا الشعار الذي رفع بواسطتهم. وهذا النجاح تمثل، أنا بحضر نجاح للقوة حقت الكفاح المسلح ونداء السودان. يعني النجاح تمثل في الأفريكان يونيون رود ماب اللي وقعت في مارس 2016، ويعني هي كان محاولة ضغوط من الناس دي وجهود من الاتحاد الافريقي بحوار مع النظام السابق انه يتوحد مسارات شنو التفاوض. موقف الحكومة كان مع المسارين، كان داير يناقش قضية دارفور في مسار تحت مظلة اتفاقية شنو الدوحة، والمنطقتين في مسار تحت بعض النصوص ولا الاتفاقات الواردة في السي بي اي. الآن النظام السابق سقط، ما موجود الآن. والشيء اللي كان متوقع، وده كان شعار رافعه الجبهة السورية بقوة، والحركة الشعبية قطاع الشمال بيتكلموا عن السلام الشامل، وبيقولوا أنه التفاوض الجزئي لا يوصل لشنو؟ لا يوصل لسلام. أنا الآن أزداد غرابة، أنا حقيقة أزداد غرابة أنه لما نجد الموقف ده من أنه الحركات الكفاح المسلح زي ما قال الأخ الكريم بشارة أنه بتفاوض النظام الثوري أو الحكومة الانتقالية، الحكومة جات وفق ثورة شعبية عارمة ناجحة بتدير تفاوضها كمسارات. إذا دعني السؤال كيف، دعني أنقل السؤال بس كملت نقطة بسيطة. كيف مفاوضة المسارات تحقق سلام شامل؟ مستحيل. كيف أنا بفاوض المسارات وحل القضايا القومية؟ الآن في قضايا قومية حتى على مستوى الوثيقة الدستورية ما حكمت، ما حسمت مثل أن السودان هل ولايات ولا إقليم. دي قضية دستورية، قضية قومية. يعني كيف انت بتفاوضها بتحلها يعني في اطار المسارات المتعدده؟ الان بتفرض نفسها. حتى اعلان جوبا، الاعلان الثاني، الاعلان السياسي في جوبا، انا افتكر انه خطى خطوات موغله في السوق. كيف في اطار المسارات الثلاثه اللي اعلن عنها في داخلها في مسارات جهويه؟ انا اعتقد، ومع احترامي شديد وعدم مساسي برغبه الاطراف المختلفه تتحدث عن السلام في تحقيق السلام، واحترام كامل لكل الجهود اللي بذلت، لكن بكل وضوح بقول انه الطريق ده ما بحقق السلام. اذا دعني اشرك الاستاذ سليمان بشاره نور المستشار الاقتصادي. استاذ سليمان، ارتديتم عن موقف كنتم تتمسكوا به في السابق مع الحكومه البائده، اللي هو موقف التفاوض الكلي في منبر واحد. الان ذهبتم تجاه البنابر المتعدده وتعديل المسارات. يبدو ما الضامن الان كما ذكر سعاده اللواء في انه
هذه المسألات تحقق السلام الشامل العادل الذي يمكن أن تتفق عليه كلكم؟ ولماذا هذا الارتداد من هذه المواقف التاريخية؟ لا يوجد أي ارتداد، هذه واحدة. الحاجة الثانية، لم تكونوا ترفضون المسألات المتعددة في السابق؟ لا، من زمان. حتى خارطة الطريق فيها مسارين، مسار المنطقتين. لكن كنتم ضدها؟ لا لا لا، ما ضدها أبدا. ما ضد أنه يكون في مسار للجبال، لأنه قضايا مختلف من قضايا مثلا دارفور، هذه حقيقة. وما ضدها أبدا أصلا. مسار مثلا، مسار بتاع المنطقتين كان في أديس، ما عنده علاقة بالدوحة. نعم. مسار دارفور كان في هي دي كانت رؤية الحكومة، لكن رؤية الحلقات جملة كانت مع التفاوض الموحد. الآن في القضايا القومية يا سادة، في القضايا القومية أخ فلسطيني، في القضايا القومية أفتكر في جدائن قومية انتهت، قضية الحريات والمسائل دي انتهت ذات. يعني كل الشعب السوداني بزوال النظام السابق هي أصبحت الآن محدودة. هذه واحدة. الحاجة الثانية، مسارات من حتى في خارطة الطريق مسارات نفسه مختلف تماما. في مسار الدوحة كان الحكومة مصر عليه، ان احنا ما قلنا ما كان عندنا مشكلة في اننا نمشي الدوحة، لكن قلنا يفتح الوثيقة، ناس الحكومة رافضين فتح وثيقة الدوسة الدوحة سوري. اما هنا، اما مسار اديس، ناس حلو ديل كانوا بيتفاوضوا ما في اديس ووساطة افريقية، هذاك في وساطة افريقية وقطرية، وكل هذه الوساطات كانت اندوس من المجتمع الدولي. اذا التجربه بكل المقاييس كانت فاشله، لماذا لا نستعيد على او نستفيد من الاخطاء السابقه؟ امريكي كان بيدير الجلستين، كان بيدخل بهنا مع ناس مسار القضيه. نصغر هذه التجربه بحكم انها تجربه لم تحقق سلام في السابق، والان ناتي بتجربه. كيف نمشي بها؟ لا لماذا الاصرار على ذات الخطوه؟ لا، نحن مش مصرين انه المسارات المختلفه ما يؤدي لها. نفتكر انه المسارات المتعدده يؤدي للسلام. في مسارات الحكومه كانت رافضه، وفي قضايا كانت مرفوضه خالص. في ناس في اقصى الشمال كان عندهم قضايا رافضين انهم يتناقشوا معهم ولا بيعترفوا بهم حتى. مثلا ناس كوش في قضيه الشرق، صحيح في سلام الشرق لكن كان سلام ناقص. في جهات، جبهات موجوده في الشرق رافضين سلام الشرق بالطريقه اللي تمت. عشان كده الناس دي الجو، الناس اللي في الداخل اللي جابوا سلام او اتفقوا مع الحكومة السودانية ووقعوا اتفاق سلام، والناس الرافضين دي اللي قالوا يوحدوا ويحلوا مشكلة الشرق. في الشرق في مشكلة، كلكم قبل شوية انت تكلمت. نعم. انه في احتقان. الاحتقان دي واحدة من الاحتقان ده واحدة من اسبابه انه في ناس كانوا برا وفي ناس جوا، والناس الجوا اللي بيفتكروا انه السلام الاتفاق التم لم يطبق، والناس اللي برا بيفتكروا انه السلام ده ناقص. الان الحكومه السودانيه ومجموعات المختلفه في شرق السودان بتحاوروا عشان يحل مشكله الشرق. جزء منه الاتفاق السابق، يحسن الاتفاق السابق، وموقع الشرق في المركز من الاتفاقيه الكليه. لا، اي من المركز. اذن المسارات المختلفه عشان تحل هذه المشاكل. وانا افتكر الحكومه الحاليه الانتقاليه، مجلس السيادة زائد الحكومة، اعترفوا بقضايا اصلا كانوا ما بيعترفوا بها النظام السابق. ده واحدة من الأسباب إنه يجي في مسارات جديدة دخلت. وأنا أفتكر ده بيؤدي للحلول، لأنه في زول بيقول عندي مشكلة، في زول في أقصى الشمال كوش قالوا عندهم مشكلة، يا جماعة حلوا مشكلتهم. طيب، هم إذا أكسبت الحكومة قبلت إن تتفاوض مع نقول لهم ما تتفاوض معه. المشكلة هي مشكلة الجهة ولا مشكلة السودان كله؟ يعني الآن ما خلاص هنالك مشكلات في مناطق متعددة. في مشاكل مثلا، هل الأفضل أن نتعامل مع هذه المشكلات كجزئية ولا نحل مشكلة في مشاكل تتعلق بمناطق مختلفة؟ يعني مثلا مشكلة النزوح واللجوء ما موجودة في الشمال أصلا. هي في النهاية آثار لحرب أو آثار لمشكلة. ما خلاص أنت على المشكلة ما تحلها، ما بتحلها. تحل طبعا، تحل بيمين بناس المنطقة، الناس اللي عانوا من هذه المشكلة. أثر هذه المشكلة بعني جزء من جزء من السودان، تحل هذه المشاكل. القضية نسمع السؤال. نعم. القضية هي قضية ترتيب الأولويات. ما في خلاف أنه في قضايا بتخص شرق السودان، القضايا بتخص دارفور، ما في خلاف أنه القضايا بتخص النيل الأزرق، ما في خلاف الجبال. ما في خلاف أصلا، ما في خلاف. نعم. وهلا شايلين سلاح وحافظين قضاياهم. نعم. ومن حقهم، ما في خلاف، ده كله ما في خلاف. لكن لما نجي نرتب اولوياتنا،
وانا بتكلم عن مشكله حقت بلد كامله، وانا في وضع انتقالي، وانا في حاله فشل اصبح تاريخي منذ الاستغلال. فشلت في انه اغير دستور دايم، فشلت في انه احقق ديمقراطي، فشلت في انه اضع مبادئ الاقتصاد السوداني الان دايره. شنو الاولويه؟ اناقش القضايا المناطقيه التي لا يمكن نقاشها الا عبر مسارات، ولا اناقش القضايا القوميه التي تتطلب الجلوس مع بعض؟ دي القضايا القوميه كل القوى السياسيه متفقه انه في قضايا يناقش في مؤتمر دستوري يشمل كل اهل السودان. يعني قضايا اللي انت تتكلم عنه اللي قضي الدستور، دستور دايم، مين الان في الفتره الانتقاليه لا يمكن حسم موضوع الدستور الدايم الان. هذه حقيقه، لكن احنا الاولين نوقف الحرب حتى اذا تعدت المسارات. نفتكر تعدت المسارات يمكن يؤدي الى سلام، ما اجتهادات بتاع بشر. عشان كده بنناقشها، عشان كده بنناقشها، احنا نناقشها بروح طيبه. اي بروح طيبه. روح وروحنا طيبه. ايوه ايوه الاخ الفلسطيني معانا. روحنا طيبه وبيضحك. كلنا ما عندنا مشكله. عشان كده الاولويه للسلام. عشان كده ان احنا نفتكر انه اذا السلام جاء جزء كبير جدا من مشاكلنا بيتحل. ما هو الرحله. طيب يا استاذ عوض، هل نحن اذا كان القضايا القوميه زي ما قال الاستاذ بشاره دايرين ننتظر المؤتمر الدستوري جزء منها دكتور اللي هو ما هي بما انها قوميه يبقى معانا ما حيحلها مسار. مسار ما بحل قضيه قوميه. حل قومي. نعم. لبعض القضايا في قضايا بتحلها عبر مسارات، وزي ما ذكرت اذا نتفق ان هنالك مسارات الان يبغى الى الطرح الموجود في الجبهه الثوريه الان والحكومه الانتقاليه، لكن غير هنالك مسارات على الاقل. نقطه بس. نعم. نقطه بس، انا بفتكر انه اصلا في قضيه حقت مسارات ما بختلف عليها، لكن الحديث عن انه القضايا القوميه نتركها للمؤتمر الدستوري احنا ما بنصل لسلام. يبقى سؤال كيف نربط بين المسارات والقضيه الكليه حتى يتم تحقيق السلام؟ وهذا يدعم رايي يتحدث عن انه لا يمكن ان يتحقق سلام في السودان ما لم يكن عبر مؤتمر جامع يناقش كل مشكلات البلاد واسبابها وكيفيه ايجاد الحلول. اذا كيف تتوقع يبقى سلام الان؟ نعم اوكي. في مفاوضات في مفاوضات جوا. هذه رؤى متباينه الان. اصلا اصلا حرب احنا احسن نوقف البندقيه. نعم. ما هي واقفه. لا 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 ممكن تستمر اذا ما اتفقوا الناس. ممكن ما سمي ممكن من اكتوبر 2015. طيب كيف نوقف البندقيه الان وفي جهه مثلا عندها مسار محدد بتطلب الان بحق تقرير المصير، او في جهه اخرى بتطلب الان بكره بعد بكره بانها دايره تتصل على السودان؟ يا استاذ فلسطيني. نعم. في زول بيقول انا داير تقرير المصير. أيوة. اسمع له واقنعه بانه هو مواطن سوداني عنده كل الحقوق. نعم. المدنيه والسياسيه، وبرضه عنده واجبات طبعا. بالضبط. نعم. لانه المشكل ليش الزول بيطالب بحق تقرير المصير؟ وليش الجنوب انفصل؟ لمظالم ومشكلات لمظالم تاريخيه عانينا السودان منذ الاستغلال مثلا. آه. لكن انا افتكر الان في فرصه مواتيه واراده سياسيه حقيقيه في انه يناقشوا كل القضايا اللي بتعلق بالمناطق المختلفه الحامله للسلام. صحيح نحن كحركه حركتنا حركه قوميه. واحده من مشاكلنا دائما في المفاوضات النظام البايد، كيف انتوا تكونوا حركه قوميه؟ مفارقه غريبه انه انا دار اكون قومي بيقول لا لا انت ما عندك شغله غير دارفور. واحده من المشاكل اللي واجهتنا نحن كحركه في طيله التفاوض مع النظام البايد. إذن في زول بيقول انا عندي مظلمه يا اخي ناقشوني، حتى اذا طالب بحق تقرير المصير، اذا تاكد من انه هو مواطن يتمتع بكل الحقوق السياسيه والمدنيه ما افتكر حيطالب بتغريب. اذا الرؤيه يا بشاره اللي بتاسس بنساندوها تنحل القضايا المناطقيه حتى بعد ذاك نجي للسلامه اللي بحقق التوافق القومي. هل ده معنى الكلام؟ والله شوف هكذا ضارون. لا لا تشوف يا دكتور. انت اذا قبلت، لانه جزء كبير جدا من قضايانا مثلا نقول ان احنا عشان نجيب سلام عادل واستقرار دائم للسودان لهيكل الدوله السودانيه. ايوه انا ما نبغى هيكلتها لو كلام. آه. سمع. آه. انا بس خليني اعلق على نقطه قال الاستاذ الكريم ده، يعني وقاعد اسمعها كثير. قال انه القضايا الدستور لا يمكن نقاشها في الفتره الانتقاليه. ليه ما يمكن نقاشها؟ ما نحن هسه معلش ما يمكن نقاشها. انت ممكن تناقشها لكن ما تكون حسمها. انا بتكلم عن حسمها ذاته. لا ما تقدر تحسمها ابدا. ما ممكن هسه القوى السياسيه في السودان تتوافق على وثيقه دستوريه
بصفة الدوام معي يا اخي القوة السياسية معلش معلش جزء من معلش القوة السياسية لا دقيقة انا اقطع صارت الكلام عن قوة سياسية في قوة سياسية شغالة بيدينا وكلنا دارين يخسي جزء من القوة السياسية كده خلاص نحن نحترمهم كلهم نحن اعتقد ان هنالك مشكلة الان قائمة نحن نبحث عن السلام هذه الرؤى كلها هي رؤى متباينة الخيار الافضل في اننا كيف بكل هذا التباين ان نصل الى تحقيق سلام شامل ينعم به السودان كله بعد ذلك نناقش عن القضايا المسكوت عنها والقضايا اللي بتهم القوى السياسية كلها الان تعلم طبعا هنالك قوة سياسية في المعارضة وهنالك قوة الان موجودة في الحكومة هذا الوضع يتطلب مزيد من طبيعي. نعم يتطلب مزيد من الحوار والتشارك. أنا أقدر أرجع معك لنقطة واحدة إذا كان الهم الآن الكلي هم قضية السلام وهذه الحركات الآن في الجبهة الثورية في خلافه هي تمشي الآن في اتجاه هذا المنبر ألا يؤثر غياب بعض الحركات مثل حركة عبد الواحد محمد نور الآن على كل هذه الجهود التي يعني يقدم عليها القوى السياسية والحركات المسلحة لوضع البندقية نهائيا والانتقال إلى وضع سلمي ماذا نفعل الآن مع حركة لم تكن ترضى حتى هذه اللحظة فيها تكون جزء من العملية التفاوضية الموجودة الآن في جنوب والله ده سؤال مهم وبالتأكيد لو افترضنا لو افترضنا أن عبد الواحد نور مي السلام ما في سلام شامل يبقى التحدي ما في سلام شامل ما السلام شامل ضمن كل الناس ضمن كل الناس ما اسمه سلام شامل سلام شامل بندقية تقيف بندقية شنو تقيف للأبد سلام شامل بعد ترتيباته الأمنية يبقى في جيش واحد معي نحترمه كلنا لأنه كلنا زي ما قال بشارة خارج الاستوديو دايرين نجد نفسنا كل شعب السوداني داير يجد يحس بأنه الأجهزة القومية دي بتمثله وده حق مشروع وشعور فيبقى إذا كان ما جاء عبد الواحد نعمل شنو أنا بفتكر إنه دي الحاجة القضية الآن في تقدير غايب الآن الآن أنت خلينا نحن اللي نتكلم في الاستوديو وكل الشعب السوداني اجمع غير النظام السابق لاسباب كثيره معروفه معي نعم. وكل الشعب السوداني بيتكلم عن السلام امهاتنا بتتكلم عن السلام بناتنا بتتكلم عن السلام سلام رغبه عارمه معي طيب هل الان المفاوضات اللي بتجري في جوا هل مصاحبه بزخم سياسي وبافكار وبطروحات سياسيه كافيه عشان حقيقه تقدر تغض بها الشعب السوداني كله تبقى قضية رأي عام تأثر بها على عبد الواحد أنا مع عبد الواحد ممكن أخاطبه ويمكن يكون عنده ناس اللي بيسمعوا حوارنا ده لكن ما كافي أخاطبه أنا أخاطب الشعب السوداني كله ما أنت في النهاية أنا بفتكر إنه السلطة عندها قوتين السلطة أي سلطة في الدنيا عندها قوتين لو فشلت فين بيكون ده قصور حقها السلطة القوة الأولى قوة الإقناع قوة الحجة والمنطق اللي بتقود بها الشعب السوداني وبتقدر تقنع بها كل مظلوم بأنه هي كفيلة وقادرة تدجنه تدي حقه ده واحد إذا كان ده عزت فيه في قوة تانية قوة حقة أنه يعني يكون عندها ال 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 القوة الكافية اللي بتحقق بها الأمن والاستقرار رغم انه في تفلتات وده المرفوض في تاريخ السودان زدنا شارك المرفوض بشار سليمان استاذ بشار يبقى بس اكمل النقطه دي نعم. يبقى اذا كان ده المرفوض في تاريخ السودان يبقى فضلا الخيار الاول فقط اكثر من حق لا تاخذ كامل الان كيف نربط بين الرغبه الجامحه في تحقيق هذا السلام وغياب اطراف اساسيه ماذا نفعل والله حكايه غياب اطراف اساسيه هذا انا اتحفظ عليه لانه شوف التحفظ خلينا نكمل كلام ايوه لماذا التحفظ اولا أيوة يعني اتحفظ لانه زي ما ذكرت انا الحكومه الانتقاليه حكومه الثوره جاده جدا في انه عندها رغبه سياسيه حقيقيه في انه سلمنا حكومه الثوره والجبهه الثوريه وكل القوى السياسيه كويس هذه واحده بعدين احنا القضايا اللي بتعلق قضايا الحرب لماذا الحروب اذا الطرف الحكومي والاطراف الثانيه او الناس الكفاح المسلحه مستعدين يناقشوه فوق الترابيزه بصوره واضحه وبينه سبب حروبنا وسبب خلافنا وسبب انه في هامش وفي مركز هذه هي الاسباب ونحن مستعدين نحل هذه الاسباب في طرف يرفض وش انت تسوي؟ السؤال مطروح لكم ما هي يعني نحارب مثلا؟ لا مش مساله حرب انت جيب سلام عادل وشامل في القضايا حكايه عداله والشموليه ده مهم جدا بعد ذاك بعد ما انت تجيب الحل الشامل والعادل
وتوافقي في النهايه توافق. هل الحل الشامل هو بصرف مسارات؟ يمكن طبعا، ممكن جدا. والقضايا في 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 المسارات بناقش شنو يا دكتور؟ ما بناقش قضايا، ما بناقش قضايا قوميه، لا بناقش قضايا قوميه، بناقش قضايا قوميه مثلا في مسار في مثلا في في الحوار مثلا مع الجبهه السوريه. كانك ما تريد شنو القضايا القوميه المطروحه؟ انا مخاطبه القضايا الكليه هي ما تجعل بعد ذاك الحركات الرافضه في انها تاتي للسلام مثلا عبد الواحد. انا اقول لك يا استاذ عوض معلش خليني اقاطعك، يعني شوف في المهددات ذاتها ما على مستوى واحد او التحديات. نعم. في تحدي بيخلق تحدي. انت لو قريت تاريخ السودان الامني، الامن القومي السوداني منذ الاستقلال، بتجد انه قضيتنا الاساسيه الحرب والسلام. نعم. اللي بدت من قبل الاستقلال بسبب الحرب والسلام اضطربت الحياه السياسيه. معي؟ بعد ذلك خشت عوامل اخرى في الطريق، تدخلات. وليه كان الحروب يا دكتور؟ ما يبقى كانت الحروب. اسالك السؤال سؤال واضح، ليش الحروب؟ ليش الحروب؟ الحروب شوف انا بقول لك كلمه، يعني ما هو اللي بحارب ورى انه حارب ليه؟ انا محمد سليمان ده ما بقتنع انه في سبب خلينا نحارب، لكن في نضال سلمي. انا في القرن العشرين بجتهد بوصل النضال السلمي، لكن انت كان سلكت طريق انا بحترم وجهه نظرك. انا بقول لك انت اجرمتها. انا اديك معي الليله العافيه اسباب الحروب في السودان. نعم. ولعلمك حكايه التهميش الهامش والمركز حق حقيقه، والناس لازم يعترفوا ويعالجوا المساله هذه. حكايه هامش والمركز بدات من 1924. علي عبد اللطيف الماس انتفضوا ضد الحكم الثنائي. ناس الوسط هني ده قالوا ديل اولى الشوارع ما دايرينهم. وقفوا ضدهم. لا تستروا. من يومها هذه حقيقه. من ذاك اليوم، ممكن قبل، لكن انا اعرف من 1924. بعد ذاك مؤتمر مايدا المستديره سووا مايدا، الجنوبيين كانوا عقال جدا، يا جماعه ادونا بعض الكونسيشن نكون معكم ما عندنا مشكله. سووا المؤتمر ووافقوا عليه طوالي بوروا ومشوا. نو فيدريشن ان ون نيشن قالوا الحكايه دي. سنه 55 الجنوبيين احتجوا، اضطروا يخشوا الحرب. بعد الاستقلال طوالي 58 مؤتمر بيجا، 59 انقلاب عبود، لا اتحاد جبال نوبة. ناس الهامش كانوا وطنيين جدا واذكياء جدا، نبهوا ناس المركز هامرينج، قول لهم يا سادة في خلل، عاملوا توازن والا. بعده جبهة نهضة دارفور في الستينات، بعد ذاك لهيب الاحمر والانقلابات اللي حتى في الطريق. لكن بس نقطة يا استاذ عوض، دكتور لحظة اللي المستفاد من هذه المسائل في انه نحن نستفيد من هذه التجربة المريرة الان ونصحح المسار. ما الذي صححناه في هذا المسار الان في هذا التفاوض تحديدا حتى نستفيد من كل هذه الاخطاء التاريخية؟ في رغبة اول بأول في ارادة سياسية، هنالك ارادة سياسية، هنالك رغبة. اثنين برضو القضايا الخلافية والقضايا اللي بيقولون ناس الهامش سبب الحروب، الطرف الحكومي او حكومة الثورة قابل تناقشهم بالتفاصيل وما عندهم مشكلة. هذه واحدة من الأسباب الرئيسة في أنه نتوقع أنه يكون في سلام حقيقي ما بعد التفاوض، يعني نفتكر أنه ما بعد ديسمبر وما حتى ما حيطول. لكن شايف أنا في جزء من الناس الحرية والتغيير عاملين متاريس وعراقيل أشار السلام ما يمشي لي قدام. ليه؟ منهم ليه تحديدا من الحريات؟ والله جزء منهم او جزء من قوة اليسار، جزء من البعثيين. هي انتم نفسكم نحن جزء منها، جزء من جزء من التغيير. لا نحن ما جزء من الحكومة، انت جزء من الحرية والتغيير. جزء من الحرية والتغيير. نعم. ودعمنا فكرة الحرية والتغيير. انا بتذكر كويس الكلام عن السلام ده كتبه دكتور جبريل بخديد في الميثاق بتاع الحرية والتغيير. الميثاق اللي وقعه ده دكتور جبريل خطو كتب بقد ايده، لانه أنا احنا ادينا الاولويه للسلام. بعد ذاك صحيح هم بعد ما استلموا السلطه رفضوا، ورفضهم كان واضح جدا من ما تم في اديس وما تم في القاهره. الان جزء من ناس الحريه والتغيير، جزء من قوى اليسار، جزء من البعثيين، جزء من حتى القوى التقليديه. بعد ذلك انا ما بفسر، انتم تفسروا زي ما دايرين. اذا هذا هم بخطوا عراقيل. عراقيل لا دقيقة أكمل، لانه مسألة بتاع السلام مسألة مهمة. سبب انفصال الجنوب يعني الأنانية ونقض العهود. نحن بصوت واضح
وعالي جدا انه يا ناس حرية والتغيير، انتوا اوقفوا العراقيل والمطاريس اللي بتخطوها عشان السلام ما يمشي لقدام، وسلام بيفهمهم ما بيجيب سلام في البلد. هذه مسألة لازم يكون واضحة جدا. وبعدين انا سمعت جزء منهم قالوا الاتي، قالوا هم حيكونوا طرف في المفاوضات الجاية، يعني في غرف التفاوض ده حيكونوا طرف. أن احنا هذا ما نقبله ابدا، ولازم الكلام يكون واضح. فهنا الحزب في حكومة لا لا لا, لا هذا كلام فارغ، ما نقبل هذا الكلام. لازم يكون الاتي، الحكومة الحالية حكومة التي تمثل حرية التغيير، جزء من حرية التغيير كونوا الحكومة. أيوه. حتى في الدستور في الميثاق، في الميثاق نفسه الجهة المسؤولة من التفاوض مجلس السيادي، الحكومة الانتقالية متمثلة في المجلس السيادي زائد حكومة حمدوك. ولعلمكم الفريق حمدي وحمدوك لما جو كانوا واضحين جدا ومستاهلين جدا وداوين جدا انهم يمشوا في اتجاه السلام. وحمدوك قال الاتي، قال انا امردي انه ادفع ثمن السلام. انا بتذكر من الناس الفاعلين جدا في التفاوض الاخير في جوبا محمد حسن تعيشي والفريق شمس الدين وفريق عطاء، ديل كانوا متجاوبين جدا وسيري جدا في انه يمشوا للسلام. عشان كده ناس الحريه والتغيير من حقهم ينتقدوا يقولوا ارائهم وباقي القوى السياسيه السودانيه. طيب دعني اسالك صاله اللواء معاش دكتور محمد سليمان. دكتور هذا الحديث الى حد كبير يعزز الهمس الذي يدور الان حول انشقاقات داخل مجموعه الحريه والتغيير. هنالك همس ربما يطلع حزب الامه والاتحاد الديمقراطي مش عارف المؤتمر السوداني، هنالك بعض الاحزاب الان تشتكي من سيطره اليسار والحزب الشيوعي تحديدا على مفاصل الدوله، بالتالي كانما هي في طريق الى ان تتسع الهوة بينها وبين بقيه الاحزاب الاخرى. الى اي مدى يمكن ان يؤثر ذلك على مساله مسار الحكومه كلها ناهيك عن مسار السلام حال ما ذهبت هذه القوى السياسيه الى هذا الاتجاه؟ وانت قانوني، ما هو الموقف القانوني الذي يجب ان يكون في المستقبل؟ شوف هي ملاحظتك في محلها وكلام الاستاذ بشاره يعني بيعتبر تفاصيل لها. نعم اللي هو صح العود لو ما في شك ما غلطك. الان واضح انه في صراعات داخل قوى الحريه والتغيير، والان لو خشيت تسال الانترنت بتسمع مظاهرات في اكثر من موقع. في ناس شغالين في الحكومه بيفتكروا انه حكومه الحريه والتغيير شغالين بقوه، وفي ناس بعرضوا فيهم ظنا منه انه الحكومه دي حادث عن شنو؟ عن طريق الثوره، وانه لجان المقاومه لازم ترجع الحكومه لخط شنو؟ خط الثوره. انا بفتكر انه ولجان المقاومه هي الحكومه نفسها، ولجان المقاومه على الانتقاد من قوى سياسيه كثيره برضه في الساحه السياسيه. انا داير اقول لك نحن في ربكه، نحن حقنا نزعج اذا كان انشقت الحريه والتغيير وحصل فيها اشكالات زي دي، لانه اثرها ما حيكون على الحريه والتغيير، انما حيكون على البلد كلها. انا دايرك انت اقرا كيف نحن نفهم انه الصراع السياسي والاحتضان السياسي مهدد حقيقي للمسار الديمقراطي. المسار الديمقراطي في تجاربنا الثلاثه، نحن قاعدين نتكلم عن تجربتين، لكن التجربه الاولى حقت الاستغلال هي الاحتضان السياسي اللي افسد التحول الديمقراطي. نحن الدوله اللي استغلت بدستور ديمقراطي كامل الدسم معي سنتين جينا في حكم عسكري، ونفس المنهج سقط حكومه الاستغلال حكومه ديمقراطيه بدستور ديمقراطي كامل الدسم مؤقت بنفس الحافر بالحافر زي ما يقولوا ناس الغوانم بتزعل منهم. سقطت اكتوبر وسقطت الانتفاضه. يبقى الاحتضان السياسي هو المهدد الحقيقي للقوه دي. انا لو عندي مناشده للناس القوميين في السودان لابد انه يقودوا الشعب السوداني والقوى السياسيه للتصالح. انا ضيفك، لو بعمق الانشقاق في ساحه ما حكون تستضيفني، مع انه منهجي انتقد انتقاد اجوف عشان ابرز يعني كيانات بعينها او شخصيه بعينها، انت ما حكون تستضيفني ذاته، لانه حقيقه إن نحن محتاجين للان الوفاق. الوفاق ما في وفاق الديمقراطيه والمسار الديمقراطي في خطر وما حكون في سلام. نعم استاذ بشار، في عجاله من الامر وانا على مشارف الحلقه ولمني بعض المحاور، في حديث الدكتور يتحدث عن التوافق السياسي، هنالك دعوه ربما يكون اطلقها علي الحاج الامين عام المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي مؤخرا، تحدث
عن انه يدعو الان كل القوى السياسيه للالتقاء، كانما يشعر بهذه المهددات. هذا الحديث الذي ذكره الدكتور، الى اي مدى يمكن ان نستصحب مثل هذه الرؤى وهي تبقى مزيد من المنابر للتشاور وخلق الاجماع الوطني الحقيقي اللي ممكن يدعنا ان نفوت الفرصه على ان لا يذهب البلد حقيقه في تشظي وفي احتراب واقتتال؟ يعني والله انا اتفق تماما مع الدكتور انه بدون توافق، يعني احنا دايرين ديمقراطيه توافقيه ودايرين ناس الحريه والتغيير يكونوا كتله واحده ما يختلف يدعموا الحكومه الانتقاليه. نعم. ومن حقهم يقوموا الحكومه الانتقاليه ويقولوا رايهم، بس يبتعدوا من الاقصاء ويبتعدوا من حكايه عزل سياسي. الحكايات دي كلنا نعلم، كل الكل يعلم انه السبب الرئيس في الانقلابات السابقه العزل السياسي، ليس ابتعاد، هو الاقصاء الان واقع معاش، والعزل السياسي الان يمشي على خطوات. اذا بل في قانون العزل السياسي الأسوأ من الاقصاء يا استاذ فلسطيني، الأسوأ من الاقصاء هو الاستفزاز وهو اثاره القضايا الخلافيه. طيب ماذا نفعل حتى نترك هذا الاستفزاز وإثارة القضايا الخلافية ونترك هذا الإقصاء؟ ما الذي يمكن أن نصحح به مسار القضية السودانية الآن في هذه اللحظة الحرجة؟ نقبل الآخر، نتحاور، نتناقش، نصبر على بعض، ونرفض أن نقصي أحد أو نظلمه أو التشفي. والحاجات دي ممنوعة، نوقف الحاجات دي. الزول الأخطأ من النظام السابق يحاسب، يحاسب قانون الفيصل بينه وبيننا قانون، ومن حقهم كمواطن سوداني يمارس حقوقه السياسية والمدنية. ما نقصي أحد، حتى مواطن اللي كان ينتمي للمؤتمر الأردني، أنا أحاسب على انتمائه للمؤتمر الأردني؟ نو. ما أفتكر. دعني محور أخير، أنا أريد أن، هنالك قضية طرحت في الساحة السياسية كثيرا خلال الأيام السابقة وجرى حولها حديث، مسألة الجناية الدولية وكيف نتعامل مع تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير للجناية الدولية ما بين الرفض والقبول. ما هو الموقف الرسمي لحركة العدل والمساواة تجاه هذه القضية؟ وما الذي ترونه من قيام العدالة الحقيقية التي يمكن أن تكفينا هذا الباب أو الدعوة إلى عدالة انتقالية؟ ماذا ترون في هذا الاتجاه؟ والله واحدة من القضايا المهمة جدا قضايا العدالة الانتقالية دي زي واقفة وما في حديث حولها، حديث حولها ورؤية واضحة حولها، هذه مشكلة. أما بخصوص البشير، طبعا في قضايا، أنا أكون واضح معك، في قضايا يتعلق بفساد مالي وغيره وغيره وغيره، يمكن المحكمة الجنائية الدولية ما حيناقش، يمكن يحاكم قضية. وبرضه في قضايا ما موجودة هنا، قضايا الإبادة الجماعية وقضايا الحرب، جرائم الحرب وغيره، ما موجودة، يمكن يمشي المحكمة، ممكن يمشي المحكمة الجنائية الدولية. يعني هل ما موجودة في القانون؟ ما موجود قضايا مثلا إبادة الآن، قضايا إبادة الجماعية ما فيها، يمشي المحكمة. أنا ما عندي، أنا تعليقي، أنا بفتكر أنه الحديث عن المحكمة الجنائية بعيد تماما عن فهم القانون السليم ولا يخلو من مزايدة سياسية، وده ما يفيد الشعب السوداني. برلوم القانون الدولي بيفهم أنه الاختصاص للقضاء الدولي ما بينعقد إلا بعجز أو عدم رغبة النظام القضائي في أنه يحاكم. طيب نظام البشير ده وهو كان رئيسه، أن نعتبر نفسه أنه غير غادر وغير راغب أنه يحاكم شنو؟ رئيسه ويحاكم عناصره، سلمنا بيته معي، والدليل أنه ما حصلت محاكمة. أوكي، الآن النظام تغير، والآن في غضاء، رئيس غضاء جابته القوة اللي بتشكل الحزب الحاكم في الفترة الانتقالية. هل ده معناته إغرار أنه الغضاء السوداني عاجز؟ هل معناته إغرار؟ لكن أصحاب القضية، الناس المظالم، يفتكر انه المسار الماشي فيه القضيه ويناقشوا قضيه قروش مش عارف شويه دولارات، ما افتكر فيها جديه. عشان كده اصحاب القضيه الاصليين نحتاج الى سلطه قضائيه حقيقيه، اصحاب القضيه يطالبون بالمحكمه الجنائيه الدوليه لاسباب بيفتكروها موضوعيه جدا. صحيح الاختصاص الدولي، حتى محكمه روما، نظام روما، اذا كان في قضاء حقيقي في البلد هم ما اختصاصه اصلا. لكن ترى اصحاب القضيه بشكوا في انه الحكايه دي كلها لعب، عشان كده يطالبون بالمحكمه الجنائيه. اصحاب القضيه وحكام الان؟ لا انا ما رؤيه يعني انت استاذ عوض نقطه صغيره، الناس اللي انت السلطه القضائيه دي، الناس اللي اريدوا ان نفترض جدلا ان السلطه القضائيه دي 50% مشوهه
منسوب للنظام السابق اي حاجه، كله لا بتلقى لك محكمه شكل من 7 و10 قضاة تثق فيهم وفي عدالتهم ونزاهتهم عشان حاجه مصيبه الى ان يتم ذلك يا دكتور. يعني ما المحكمه اصحاب القضيه ما الحاكمين، مش ناس الحاكمين اصحاب القضيه دي، الناس الشردوا والأبيدوا والان بتمثلوا انتوا الان في الحركات أيوة المسلحه والحريه والتغيير. عشان كده اذا ما هي وجهه نظركم في المحاكمه انت لا تتكلم عن حريه التغيير والحركات. ما انت تمثل الان انا احنا جزء من الحريه. لا ما نمثل حكومه ابدا، ما نمثل حكومه، ابعدنا وانت عارف هذه تمثل الحريه التغيير انت. لكن احنا ما نخلي اسم الحريه التغيير لهم، لانه انا احنا شركاء شركاء في الحريه. استاذ مشارك شركاء في التغيير التم. نعم دعني انتهى عني او انتهى الزمن تحديدا. قضيه واحده اخيره هي مساله معاش الناس والاقتصاد. انت مستشار رئيس الحركه للاقتصاد، ما الذي دفعتم به الان في مساله المعاش الناس والاقتصاد تجاه حكومه؟ طبعا احنا لم نكن جزء من الحكومه، لكن احنا عندنا افكار ورؤى. هل دفعتم بهذه الافكار والرؤى الى الحكومه حتى بلا يعني بلا شك حندفع حندفع، لكن انا افتكر واحده من الحاجات الاساسيه والرئيسه في المساله الاقتصاديه افتكر اذا ناس قدروا يوقفوا الفساد مرحله متقدمه، الحرب مرحله متقدمه. يعني انا اديك 70% او 75% من الانكم بتاعت الدوله الجي دي بي بتاعت السودان والله فساد وحرب. اذا الدعوه الى محاكمه النظام السابق ومتابعه قضايا الفساد حتى يتحقق الاقتصاد وتستقر الامور داخل السودان من حيث المعاش والاقتصاد. اديك حاجه غير هذا القدر لم يكن لي زمن. الدكتور لواء معاش امن دكتور محمد سليمان عبد الله الخبير الامني والاستراتيجي، كما اشكرك الاستاذ بشاره سليمان نور المستشار الاقتصادي رئيس حركه عدم المساواه، والشكر لكل الذين تابعونا عبر هذه الحلقه. الى ان نلتقي في حلقه قادمه الاسبوع القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. شكرا جزيلا.